ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا دلوقتي بتهم كل ست او بتهم كل عروسة جديدة. بتكون طبعا اول ما بتتجوز بتبقى عايزة تحمل على طول، وبيقعد الموضوع ده شاغل بالها كتير. فالنهاردة فقرتنا متميزة جدا، معانا الدكتورة بريهان محمد الأمين، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجاري والتجميل النسائي. اهلا بحضرتك ومشرفانا النهارده في بنات حواء. اهلا بيكي مدام هبه، ميرسي خالص. طبعا النهارده هتكون فقرتنا متميزه لكل بنات حواء ولكل العرايس اللي هم يعني اول ما بتبقى عايزه تتجوز عايزه تحمل على طول، فمش عارفه يعني. مظبوط، ده حقيقي، ده وطبعا حقيقي اكيد فعلا. بيجي يعني طبعا لحضرتك عرايس بتبقى لسه بقالها كام شهر كده وتقول انا ليه ما شهور حملتش. يعني، وتقول لك مظبوط، انا عندي تاخر. تمام، مظبوط، فموضوعنا النهارده عايزين نتكلم عن يعني ايه تأخر انجاب، تمام عايزين نعرف المسمى ده تمام اسمه يعني معناه ايه. معنى ايه هو حقيقة تأخر الإنجاب ده؟ هنقدر نقول ان هو جزئين، او تأخر إنجاب أولي وتأخر إنجاب ثانوي. تأخر الإنجاب الأولي زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ان في بنوتة جميلة اتجوزت، مر عليها فترة من الزمن بقى علاقة طبيعية مع الزوج، وللأسف ما حصلش الحمل. فبتبدا تسال ليه انا ما حصلش معايا الحمل يا دكتوره، انا اتاخرت على الحمل. بتيجي للعياده بتسالني انا، بقول لها ليكي كام سنه يا بنتي متجوزه؟ تيجي تقول لي والله انا ليا مثلا 5 شهور 4 شهور. لا لا، بس تبني سنه وبعدين تعالي عودينا نبدا ندور ليه ما حصلش الحمل. ده بالنسبه لتاخر الانجاب الاولي. اما بالنسبه لتاخر الانجاب الثانوي، ان هي ست اتجوزت وعادي خالص حملت وجابت طفل او اتنين، وبعدين بعد كده بدات تحاول ان هيحصل الحمل، لكن للاسف ما الحمل ما حصلش. بيحصلش. فبتيجي تقولي يا دكتور انا اول ما جوزت حملت خلاص، وليه ما بيحصلش الحمل دلوقتي؟ انا مستغربه جدا. يعني هي تكون اوريدي خلاص حملت حملت اتجوزت قبل وحملت، كده ده اللي هو وتأخر بعد الحمل تاخر الاولاني الانجاب مثلا. الثانوي. احنا الاولي اللي هي خلاص اتجوزت وقعد فتره من العلاقه الزوجيه الطبيعيه خالص، جوزها ما بيسافرش بعيد عنها، تواجد معاها على طول، العلاقه حميميه طبيعيه جدا، لكن ما حصلش حمل. وده يفضل تكون لمده سنه، سنه يعني طبعا في العمر الصغير. احنا بيختلف معانا كتير قوي، بيفرق معايا كتير قوي عمر مشكلة البنات، فعلا. لان احنا الأعمار حقيقه دي. حاليا تاخر يعني تاخر سن الزواج بقى كتير. فاحنا لو البنت دي في عمر ال 20 من 20 ل 30 سنه، بنقول اوكي نقعد سنه كامله 12 شهر نحاول فيهم طبيعي، من غير ما نفكر كمان حصل ولا ما حصل، سيبيها طبيعي خالص. دي اللي هي في اللي في العشرينات. العشرينات تمام. اما لو هي فوق ال 30، لا نقول لها خليكي 6 شهور عشان نقدر ناخد فرصه سريعه للبحث، لان ما عادش عندي وقت طويل، لان انا عارفه فتره الاخصاب الحقيقيه للبنت اعلى فتره فيها من 20 لل 30، دي للسيدات. وعلى فكره برضو الرجاله نفسهم اخصابهم بيقل مع تقدم العمر، برضو فوق ال 40 يبدا يقل اخصابه، لكن التخصيب الحقيقي للبنات بيقل تدريجيا بعد عمر ال 30. فاحنا عشان كده بنقول ناخد سنه لو احنا في اقل من عمر ال 30، وناخد 6 شهور لو احنا فوق سن ال 30. طب لو انا عقم ست تاخر شهور انجاب ثانوي، الثانوي بنقول لها طيب انتوا عملتوا ايه انتوا الاثنين؟ ما هو اكيد هما الاثنين، هي عملت ومتخيلين هما الاثنين طبيعيين مفيش مشاكل، ودايما الحقيقه في معاشرة طبيعية جدا عشرية ومفيش طبيعيه وما حصلش أي الحمل. مشاكل. طب خدتي معانا حمل؟ طب وقفتيها بقالك قد ايه؟ بقالي سنه او بقالي 6 شهور، وات ايفر بقى. طب عمرك قد ايه؟ طب يعني الولاده كانت ازاي؟ بس الحقيقه عشان لازم نفهم ان الحمل ده مسؤوليه طرفين مش مسؤوليه طرف واحد، يعني ما اقدرش ان انا امسك في الست بس واسيب الزوج. طب الزوج فين؟ حتى لو هو انجب، طب ما هي انجبت زيك بالظبط، يعني انت هي انجبت وانت انجبت منها، طب ليه هي العيب هيكون عندها هي بس؟ لا، المشكله ممكن تكون في الطرفين. هي ممكن المشكلة دي يا دكتور تكون مثلا أنا اتجوزت قبل كده وحملت، وهو اتجوز قبل كده تمام، وأنجب، وبعدين مثلا انفصلت وهو انفصل فرجعوا تاني طبعا يتجوزوا. اتجوزوا هي دي ممكن تحصل المشكلة دي، يعني. بصي هو يعني احنا طبعا ما نقدرش نقول هي دي يقول لك السبب مثلا ده الرئيسي، هي، طب ما هي، طب ما أنا اتجوزت قبل كده وكنت او حامل. متجوزه هو نفس الراجل ده وعندها اولاد منه وبرضه ما حصلش الحمل، ايه ده بقى، مش ايه خلاص بقى المشكلة في هنا؟ مشاكل كتير ممكن تكون وظهرت في النص هي اللي ادت لتاخر الانجاب بعد كده. فالحقيقه احنا لازم نعرف الاول، هي طبعا اول حاجه لازم ننصح الزوجين بالتوجه اذا تاخر فعلا عندهم فتره الانجاب بعد ان انا بقالي 12 شهر تقريبا او 6 شهور حسب طبعا زي ما قلنا عمر الزوجه، تاخر عندي ما حصلش الحمل، اتوجه الاثنين مش فرد واحد يعني مسؤوليه طرفين تحاليل. الزوج والزوجه، يتوجهوا الى عياده الطبيب المختص ونبدا نحط نبحث عن السبب ونحط خطه علاج
علشان نوصل للهدف اللي احنا عاوزينه. نقدر نتكلم على الاسباب طبعا بقى. طب اسبابه بقى، المشكله ان ممكن الزوج هو اللي يعاند ويقول لا انا ما فنيش حاجه انا كويس. بصي ما يعني هو احنا لازم نتفق على بصي احنا نتفق على مبدا لازم نتفق عليه كلنا، هو فريق عمل. لابد ان احنا الزوج يقتنع ان هو لازم يروح مع زوجته عشان الاثنين يوصلوا للهدف. ما فيش حد يقدر يحمل لوحده. هل هتقدر تحمل لوحدها؟ مستحيل. هل هيقدر هو ينجب اطفال من غيرها؟ مستحيل. فاكيد الطرفين دول عندهم كل واحد فيه عنده حاجه بتؤدي الى الـ 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 هذا البيبي او هذا الجنين. حتى لو احنا عاملين التحاليل اللي هي المبدئيه بتاعه الزواج الاولاني. طبعا 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 عادي. لازم اروح برضه بدليل ان احنا اوقات بنعمل تحاليل شامله للست وتحاليل شامله للزوج، ونجد في الاخر ان مفيش اسباب، اصبح تاخر انجاب غير معلوم الاسباب. طب ما انا عملت تحليل قبل زواج. ما انت كويس تمام جدا، وهي عملت التحليل قبلها تمام هي كويسه جدا، بس انتوا لما تلاقيتوا برضو مفيش انجاب. طب وده شائع جدا حاليا. شوف بقى الاسباب. تمام، نبدا بقى ندور على الاسباب. بصي حضرتك احنا زي ما قلنا لازم نتوجه الزوج والزوجه الى عياده المختص، ونبدا نقعد مع بعض نبدا نقول طب احنا تاريخنا المرضي، متجوزين بقى لنا كام سنه، عملنا تحاليل ايه، توجهنا عند مين، خدنا ادويه ولا لا. في زي ما حضرتك تفضلتي قلتي في ازواج كتير يجي يقول لي دكتوره انا ما عنديش حاجه خالص، زوجتي قبل ما اتجوز سليم 100 100. تمام، حقيقي ده بيحصل حقيقي فعلا. انا ماليش دعوه. بيجي الزوج طب انا اصل مراتي كانت عندها في تكيس وعندها دوره ملخبطه وعندها مشاكل قبل الجواز، ممكن تكون هي السبب الرئيسي. طيب، وتلف مشوار طويل وتمشي مشوار طويل فعلا وتتجه لعيادات كثيره، ويبداوا يركزوا معاهم من منشطات لادويه الى 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 مع الزوجه بس وناسي خالص طب الطرف الاخر ده فين. طب ما احنا اوقات بنلاقي كتير قوي الطرفين عندهم مشاكل، فاذا احنا تجاهلنا الطرف التاني ده هنجد نفسنا ماشيين في طريق يعني طويل ومكلف نفسيا وماديا ومعنويا وكل حاجه الحقيقه، وما وصلناش لحاجه. فلابد ان احنا نتفق ان احنا فريق عمل، هنبدا مع بعض نحط خطه تحاليل وفحوصات ونوصل للعلاج المناسب. ايه بقى اللي احنا هندور عليه؟ احنا اول حاجه دايما كمان سبحان الله يعني الرجاله ربنا اللي حضرتك قلت كده ايه حظها يعني. فهم يعني تحليلهم تحسيه قوي يعني لا انا ما عنديش حاجه. وسبحان الله هو حتى تحليله سهل قوي يعني غير الستات، يعني الستات بتلجا او بتخضع الى فحوصات كتير قوي لان الاعضاء اللي عندها كتير عن مسؤول الحمل وعن كمان انها تستمر. ما هو مش بس المهم ان انا احمل، لا احمل ويبقى في الاخر الحمل يستمر وينتج عني جنين وبيبي. مش بس ان انا احمل وبعدين اجهض مثلا، انا مش عايزه كده. وكمان لا وكمان انا ابقى حامل ويبقى ما فيش عند الطفل مشاكل. بالظبط. هل طبعا هل طبعا المشاكل اللي عند الطفل دي هي دي بتبقى ممكن سبب الاثنين؟ ممكن لا احنا شويه مشاكل الطفل دي طبعا احنا هنقولها خطوه خطوه. عايزين عندها حلقه. انا عايزه حلقه كامله فعلا الحقيقه يعني. طب خلينا دلوقتي خلينا في الاسباب. انا النهارده احنا بناخد فكره عامه عن الموضوع. الاسباب احنا بنقول للزوج تفضل لو سمحت روح لمعامل المختصه، بلاش ارجوكم انه نروح للمعامل العاديه، معامل الذكوره اللي هي بتطلع لي نتيجه تحليل ذكوري مظبوط، لان التحليل ده هيفرق معايا كتير قوي، هيوجهني هيمشيني في طريق تماما مختلف، وهيخليني احط خطه يعني بلان وخطه علاج تماما مختلفه عن نجيب لي تحليل فيه شك. تمام. معامل الذكوره اللي بيكون فيها معامل الاطفال الانابيب، وهي دي بتكون فيها معامل الذكوره. نعمل التحليل. التحليل يجي يقول لي دكتوره انا حضرتك قلتي انا 100 100، انا عندي مثلا العدد عندي 150 مليون في انا مش مهم عندي عدد 150 مليون. طب انا عندي في حركه، في اشكال مشوهه، في تجلطات، في خلايا صديديه موجوده، في نسبه لزوجة عاليه، كل ده لو في عندي. في ناس تيجي تقول لي انا مثلا او عنده 150 مليون بس حركه زيرو، طب هيوصل ازاي ويلقح البويضه؟ عمره ما هيوصل. انا ما عنديش حركه عشان يقدر يوصل للبويضه ويلقحها. طب انا عندي في صديد او في لزوجه عاليه او في نسبه يعني هو التحليل ده بيطلع كل ده كل الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. طبعا طبعا اشكال مشوهه دي خطيره جدا. انا عندي ماني مش عارف يدخل يخترق البيضه ويلقحها. طب ازاي عنده مشكله في راس الماني نفسه مش عارف يخترق البيضه؟ طب ازاي دي هتحمل؟ مستحيل هتحمل. فطبعا بنلجا في الحاله دي فترة علاج، وخصوصا في حاجة مهمة جدا، الأزواج اللي هم مدخنين بشراهة أو حتى المدخن بشراهة، التدخين ده يعني مش عايزة أقول لك هو مؤثر سلبي على الزوج وعلى نتائج بشكل مش طبيعي. التدخين وطبعا الكهوليك، الناس اللي بتشرب كحوليات وزيادة الوزن.
برضو الوزن اللي هو ذات الوزن الشديده للراجل والست. لسه اتنين اه احنا النهارده بنتكلم عن الاثنين طبعا احنا اول بنتكلم عشان الراجل على السريع وهنبدا نتكلم بقى على الست بالتفصيل. تمام. ده بالنسبه للزوج، فاحنا بنقول له لو سمحت اعمل التحليل وهاته لنا. اذا لقينا سائل يخلو من المني هنوجهه على طول لعيادات الذكوره، وده موجود وليه حل يا جماعه، مش مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش مني ان انا ما عنديش حل، لا في حلول كتيره جدا جدا من عمليات خزع يعني عينه من الخصيه او شفط من الخصيه واتفر، ونقدر نوصل لل المني اللي احنا نشتغل بيه. وطبعا في الحاله دي هنتجه الى وسائل الاخصاب المساعده، او ان انا عندي مشكله تانية ممكن ندي مضاد اكسده وادويه كتير تساعد الزوج ان تحليله يتحسن. تمام. ده بالنسبه للزوج. تمام. اول هو يكون كويس خالص تمام وزي الفل زي ما حضرتك قلتي، يقول له اوكي شكرا يا سيدي بالتحليل. طبعا بالتحليل. طبعا طبعا والتحليل بكل ما فيه مش عدد. أيوة. العدد ده انا ممكن يبقى عندي 10 مليون احسن بكتير من 150 مليون. 10 مليون بيتحركوا كويسين وطبيعيين هيوصلوا. تمام. احسن من 150 ما بيتحركش او ميت ملوش لازمه عندي. خلاص تحليلي كويسه ونقول له اوكي تمام. احنا عندي ثلاثه شق للزوج احنا قلناهم. نيجي للزوجه بقى، الزوجه ايه المسؤول عن الحمل؟ عندها اربع اعضاء في جسمها، هما ايه؟ هما المبيض، دول طبعا ده اول حاجه المبيضين، وقناه فالوب اللي هي اللي بيمشي فيها البيضه وبتعلق بها بالمني، والرحم والهرمونات وتحليل الدم الخاصه بالحمل. طيب انا عندي مبيضين، المبيضين عندي ممكن يكون في تكيس على المبيضين، وطبعا احنا عارفين كلنا مشهور قوي ان احنا شيء مشهور جدا ان انا عندي تكيس. احنا عندنا في صور ممكن حتى لو نقدر نعرضها ممكن لو سمحت الصور، احنا محتاجين الصور اللي الدكتوره تعلق عليها. تمام اتفضل. بالنسبه للتكيس المبيض طبعا ده برضو شائع جدا وكلنا بنتكلم عليه، وكان زمان بيقولوا ان تكيس المبيض ده للناس اللي جسمها مليان بس او زياده وزن، لا وبرضو الناس اللي ما عندهمش زياده وزن برضو بيحصل لهم تكيس على المبيضين. وده مش هو ده المشكله العظمى اللي هتوقف الحمل. هو مهم قوي ان انا يعني استبعد وجود طبعا تكاثر المبيضين، وان المبيض ده شغال وبيحصل اباضه طبيعيه شهريه علشان اقدر اقول ان انا ممكن يحصل حمل طبيعي او بعد الشهر يكون على المبيض ده في كيس. الكيس ده معانا الصور اهي، ممكن حضرتك تقول لنا ده ايه؟ ده الحقيقه بالنسبه للشرطه اللي على الشمال ده بيقول لنا سن الزوجه وسن الزوج و نسبة حدوث الحمل في الأعمار دي نسبتها تقريبا ازاي. بالنسبة للصورة الثانية من فضلك. تمام. بالنسبة لسن الزوجة. بالنسبة للمبيض احنا قلنا خلصنا موضوع التكاثر المبايض. تمام. هنيجي نتكلم على قناة أو مثلا يكون في المبيض ده في كيس دموي أو كيس شوكولاتي أو يعني أي مشكلة تعوق حدوث التبويض الطبيعي اللي هي الإباضة الشهرية. احنا ما بنعرفش أي حاجة من الحاجات دي. هو الحقيقة اللي نعرفه أو الشائع عننا عن أي واحدة لسه متجوزة، أكيد أنت عندك تكيس مبايض. هو ده طبعًا يعني للأسف في القعدة كده نقعد نفسه أكيد أنت عندك تأخر. عارفة مدام هبة للأسف مفهوم تكيس مبايض نفسه مفهوم خاطئ، يعني أنا كل حاجة في المبيض أصبحت تكيس. تمام. طب الكيس غير احنا عندنا أهو صورة ممكن بس يعني نعدل البتاع شويه عشان نشوف الدكتوره تشوفها. قول لنا ده ايه بقى يا دكتور؟ ده احنا قلنا ده زي ما قلنا في الاول، ده بالنسبه لاعمار السيدات الشرط الاول. ماشي. الصوره الثانيه يا جماعه. ده تكيس المبيض. بصي حضرتك المبيض اللي على الشمال ده تكيس طبيعي. تمام. في بدايه بيضه بدات تشتغل اهي وبدات تنضج عشان توصل لحجم النضوج الطبيعي ويحصل منها تقسيم اللي هي مكتوب عليها نورمال اوفري المبيض الطبيعي. اللي على الشمال. اللي على اليمين هنا ده مبيض فيه تكيس، فيه تحسي زي حويصلات صغيره كتير قوي على الطرف بتاع المبيض. دي ايه؟ ده هو تكيس المبيض. دي تكيسات. طبعا ده صوره التكيس المبيض مختلف تماما غير الكيس اللي على المبيض اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني التكيسات دي غير الكيس. غير الكيس، كيس حاجه والتكيس حاجه تانية خالص. دي برضو من اسباب التاخر. طبعا والكيس تمام. برضو نفسه لو في كيس دموي او كيس شوكولاتي برضو ممكن ياخر حدوث الحمل. ممكن صوره تانية يا جماعه؟ ده بصي حضرتك ده برضو صوره تانية للكيس المبيض، ده برضو على الشمال ده النورمال اوفر اللي هو المبيض الطبيعي. ده المبيض هو مفاتحينه كده واخدين كروس سكشن فيه، يعني مقطع عرضي فيه. واضح ان فيه بصي زي حويصلات في النص كده. واضحه خالص ده التكيس المبيض. تمام. واضح قدامنا خالص. تمام. في صوره تاني؟ ده بقى الفرق ده كيس بقى، ده كيس على دموي على الشمال ولا اللي على الشمال دي المبيض الطبيعي. تمام. اللي على اليمين ده هو ده المبيض اللي فيه كيس. تمام.
اللي هو كبير كده زي الكوره كده، ده كيس، ده فرق كبير بين ده كيس مش تكيس. الكيس ده هل هو كيس دموي ولا كيس شوكولاتي ولا ايه بالظبط؟ برضه ممكن يعوق حدوث الحمل. تمام. طب ده سببه ايه دكتور؟ بصي ده التكيسات ولا ده؟ التكيسات ده بيبقى اضطراب هرمونات. تمام. واحنا طبعا هنوصل للهرمونات وهنتكلم عليها. ماشي. اما بالنسبه لده بيبقى بطانه مهاجره. ده وارد جدا. بايضه كبرت وما خرجتش من مكانها، يعني ما انفجرتش يعني، وحصل فيها نزيف داخلي وحصل فيها كيس دموي بهذه الطريقه. تمام. ده بالنسبه للتكيس، ده بالنسبه للمبيضين. في صور تاني يا جماعه ولا ايه؟ في هندخل على صور، هندخل ده دي قناه فالوب. تمام. دي قناه فالوب. احنا هنشوف ناحيه هنا من ناحيه على ناحيه اليمين دي الرحم، الجزء الاسود ده احنا ناحيتين ما فهمش اي حاجه واضحه خالص. ده معناه ان انا عندي تكيس على سوري، عندي انسداد في قناه فالوب الناحيتين. تمام. الصوره الثانيه لا، انا عندي الرحم الاسود واضح خالص وفي جزء ابيض طالع منه ناحيه الناحيه دي اليمين والشمال. دول القناه فالوب اللي انبوبتين الاثنين واضحين خالص انهم طبيعيين. تمام. يبقى انا دي الانبوبه الطبيعيه اللي هي مفتوحه من هنا وهنا، هنا لا في الرحم واضح خالص الجزء الاسود ده، لكن ما فيش اي حاجه داخله فيه، الصبغه مش قادره تدخل فيه. وده معناه ان في حاجه سده مرور الصبغه دي عشان توضح ان القناه دي مفتوحه ولا لا. طب القناه دي لو بلوك، لو مسدوده، ايه اللي هيحصل؟ اساسا التخصيب بيحصل في قناه فالوب. يعني المبيض بتعمل بيك اب او بتشفط البويضه وبتدخلها قناه فالوب، والمحلول المنوي بياخد مساره بالحركه بتاعت بقوه حركته ويوصل للانبوبه ويحصل تخصيب جوه الانبوبه. طيب لو المكان ده مسدود عمره ما هيتلاقوا. يعني هو ده جاي يدخل وده مكان مسدود، عمره ما هيقدر يتلاقي مع البويضه. البويضه جايه من الناحيه دي والمني جاي من الناحيه الثانيه، مش مستحيل يتلاقوا. ده لو في انسداد في قناه فالوب. لو في مشكله تانية، لو في قناه فالوب نفسها مريضه يعني فيها صديد او تضخم، طبعا ده برضو هيعوق حدوث الحمل لانه هيفرز سموم واشياء تعوق حدوث وتخصيب البويضه او هتؤثر سلبا على جوده البويضه دي. او ان الحركه الدوديه نفسها اللي ربنا خليها بتاعت الانبوبه نفسها او القناه نفسها مش شغاله كويس، ما بتتحركش، فتبقى مش هتقدر ان هي تقصف بالبويضه الملقاحه دي وتدخلها جوه الرحم، او برضو مش هيتلاقوا مع بعض. مش هتقدر تزق البويضه انها تتلاقى مع الحيوان المنوي. فطبعا قنوات فالوب دي مهمه جدا انها تكون سليمه وحركتها طبيعيه ومفتوحه عشان يقدروا يتلاقوا الاثنين مع بعض. اي خلل في هذه القناه الكولفوب هتعوق طبعا حدوث الحمل. طيب احنا طبعا وقتنا بيخلص بسرعه، بس احنا حابين نقول كبدايه اول حلقه حضرتك معانا، وان شاء الله يا جماعه دكتوره بريهان هتكون معانا، تابعونا على صفحتنا ان الدكتوره برهان تكون معانا. بس حابين نقول مثلا احنا ازاي بنشخص الحاله دي، انا عندي ايه؟ لازم ننتهي من الفحوصات كامله عشان اقدر اعرف انا ايه السبب الرئيسي لتاخر الانجاب ده، او ان مفيش اسباب خالص. وعلى هذا الضوء هقدر احط خطه العلاج اللي انا همشي عليها. تمام. في حاجة مهمة جدا كمان، احنا وسائل الإخصاب والمساعدة ممكن قوي نلجأ لها حتى لو في أسباب أو ما فيش أسباب إذا تأخرنا أكتر من سنتين. لأني أنا ما أقدرش أقدر أنتظر بس إن أنا أوصل للهدف اللي أنا عايزاه وأنا مش عارفة أوصل له إمتى. فبفقد جزء من عمر السيدة اللي هي إحنا عرفنا إن عمر التخصيب مهم جدا. فأنا مش عايزة أعمل ده، فبمشي في طريقين متوازيين، في طريق العلاج إذا كان في فرصة للعلاج، وطريق الوسائل الأخصاب المساعدة. ودي مهمة جدا إن إحنا نبقى فاهمين إن إحنا ممكن قوي نلجأ للطبيب، وأول ما هيقول لنا بقالي سنتين أو 3 سنين متجوزة وما حصلش إنجاب، حتى أيا كان السبب يفضل إن إحنا نفكر في وسائل الأخصاب المساعدة. ودي متطورة ده العلاج يا دكتور؟ هو طبعاً ده العلاج طبعا. طبعا احنا طبعا برضو لا، في علاج تاني بقى ميديكال، يعني علاج طبي هنقدر بس مش ممكن نقدر نستنى بس. يعني مثلا انا عندي 35 سنه وهقعد استنى الى متى؟ كمان 4 5 سنين دخلت في ال40، يبقى انا بفقد عمر قوي جدا. حتى نسبه وسائل الاخصاب نفسها المساعده دي بتقل مع تقدم عمر السيده. فانا بحاول الحق نفسي باي شكل من الاشكال عشان اوصل الهدف اللي انا عايزاه. تمام. يعني روشته سريعه للزوج والزوجة أو للعريس والعروسة في بداية
زواجهم روشته سريعه جدا في تمام روشته سريعه. لو سمحتوا نهدى خالص في اول فتره من الجواز، نقعد 6 شهور لسنه نحاول طبيعي من غير ما نفكر كمان ان احنا عايزين حمل، نعيش حياه طبيعيه خالص مع بعض. حصل الحمل ده شيء جميل جدا، لا قدر الله ما حصلش، لو سمحتوا الزوجين مش الزوجه ووالدتها او الزوجه واختها او الزوجه وصاحبتها، لو سمحتوا الزوجين لو سمحتوا. وانا دايما بقول لكل مرضايا بليز هاتي لي جوزك وتعالي، مش هنبدا ابدا اي حوار لان الموضوع يخص يعني شقين وهما الاثنين بس مش حد ثالث، ولازم يكون الموضوع حتى بنعلم نقعد سري جدا وبنقعد بنتكلم فيه وبنحط خطه علاج تامه، ولازم نعرف احنا فريق عمل، فريق عمل الطبيب بالزوج بالزوجه، ولو احتاجنا وسائل المساعده للاخصاب هيكون معانا معمل اجنه واطفال انابيب، ده من اهم اعضاء الفريق اللي هو بيقوم بقى بالدور كله بعد كده. احنا بنشتغل وهم بيشتغلوا، كلنا فريق، هنتفق على على على, على الهدف هنوصل لنتيجه كويسه جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا وقتنا خلص بسرعه، بس طبعا حلقاتنا مع حضرتك ان شاء الله مش هتخلص، ان شاء الله. وكل عريس وعروسه يا ريت يتابعونا في بنات حواء علشان ناخد كل المعلومات من دكتوره بريهان، هتكون معانا ان شاء الله ان شاء دايما الله باذن الله. خلصت فقرتنا بسرعه. واحنا بنشكر جدا حضرتك حبيبتي جدا، وسعدت بوجودي معاكي، وانا كمان اسعد حضرتك. يا ريت نكون افدناك وافدنا كل مشاهدينا الكرام يعني. اكيد طبعا ان شاء الله. كان معانا دكتوره بريهان استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري والتجميل النسائي. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، هنرجع لكم تاني ونكمل باقي فقراتنا.